تصريح درش اتكلم فيه عن قال لك انا في حياتي مش هنسى هذه هتفضل تطاردني ركله الجزاء دي واسمع طبعا لغايه لما اموت ده حقيقي فعلا او لغايه ما بطل يعني هو قال لغايه ما بطل وخاصه انا كابتن الحارس لوريس اللي معاه في الفريق في توتنهام فاكيد هو حافظه هو على فكره لوريس حاول يلعب على نفسيا عليه ان هو يطير في الزاويه اللي هو بيلعب فيها على طول هو قال هطير عكس ده في ضربه الجزاء الاولى لوريس طار عكس ما بيلعبها هاري كين هاري كين دايما بيلعبها في المتر ونص في على عدله رجله صح ولعبها فعلا كده بس عاليه المره اللي بالك انا مش الثانيه عكس عليت شويه عليت قوي شويه لوريس طار الجنب الثاني برضو انا كابتن كنت بتفرج على المباراه يعني بقول يا ريت ما يلعبهاش برافو عليك انا لسه ده اللي انا كنت هقوله انا كنت من مسددي ركلات الجزاء تمام بالظبط في مباراه الاهلي والاسماعيلي كنت بلعب في الاسماعيلي في ذلك الوقت انا شفت رقم 3 هي الاسماعيلي كان متقدم فيها على الاهلي 3-2 لما جت الرابعه رفضت ان انا اشوط لانه نفسيا مش مستعد غير ان انا نفسيا مش مستعد دايما الكره الثانيه ضربه الجزاء الثانيه بتبقى صعبه جدا 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 توتر على توتر فما بالك انت بتلعب الكرة الثانية ما كان دخل رقم 2 ماتش حاسم كبير انت دايما بيبقى فيه 3 رقم 1 و2 و3 الثلاثة بيبقوا زي بعض تقريبا ولكن قوة الأعصاب بس هي اللي بتخلي والقيادة يا كابتن والقيادة بتخلي رقم 1 هو دايما اللي لكن خلاص طالما شاط طب ما حد تاني يخش خاصة ان عنده لعيب نظري يعني بس دي بتبين اللاعب الكبير من اللاعب اللي هو الجيد او الوسط شوية هاري كين لاعب كبير مش محتاجين ان احنا نقيم هو هدوء عنده هدوء وعنده قيادة كبيرة جدا للمنتخب طبعا مفيش مشكلة ان هو يشوط الاثنين بس يكون عن على فكرة الكورة رايحة قوية جدا بس هي عليت منه شوية وده يمكن في الاخر اللي حصل هي طلعت وكان السبب فعلا ان هو يطلع يعني لو واحد تاني بس يا كابتن انا مش عايز الوم ادي اللوم كله على هاري كين لا طبعا ده مفيش يعني لوم انا شايف أنا لا ما هو هو اطاح بالمنتخب خارج المونديال بس انا بتكلم ان ساوس جيت برضو عليه شويه اخطاء التبديلات هو دايما معروف ان التبديلات عنده سيئه جدا وسيئه جدا انا دلوقتي يا كابتن الماتش امبارح ساكا نجم الماتش اصلا لحد التعادل كان نجم الماتش ساكا صحيح. يطلع ساكا وينزل ستيرلينج غريبه يعني هو تغيير بالنسبه لي غريب جدا انت بتطلع اخطر لاعب عندك واكتر لاعب بيروح دايركت على المدافعين اللاعب الوحيد يا كابتن في المنتخب الانجليزي اللي بيروح على المدافعين مش بيستنى هم صحيح. يقولوا صحيح. وعرف ياخد ضربه جزاء من شاومين اللي هو سجل الهدف الاول صحيح. وعرف يلبسه فيها بالعربي فده انا بالنسبه لي غموض جدا ان انت تطلع ساك اهم لاعب عندك وتنزل ستيرلينج وبعد كده تسحب واحد من المدافعين وتنزل جريليتش برضه فين ماديسون اللي هو في الاخر دي يعني غريبه جدا وانا مش عشان اجيب الجون لازم انزل المهاجمين لا صحيح. خالص ما مين اللي هيساعدهم بالكوره اللي قدام مين اللي هيوصل لهم الكوره انا عندي ماديسون من اهم لاعبي الليستر والمنتخب الانجليزي ما استفدتش منه طول المونديال خالص ودي علامه استفهام كبيره عندي تريبير اهم باك يمين في العالم حاليا وبيقدم مستوى رائع جدا مع نيوكاسل ورغم كده ما شاركش برضه ولعب وولكر في الجهه بتاع مبابي تريبير قائد نيوكاسل بصراحه يعني بالنسبه لنا احسن باك يمين في العالم حاليا انا كنت علامه استفهام كبيره ان هو ما يلعبش الماتش ده وارنولد برضه عدم وجوده ارنولد يعني عليه برضه يعني في اوكي بس انا مثلا اقول لك ايه اخر كوره في المباراه اللي راشفورد حطها اول انا لو انا وعندي فاضل لي تغيير هنزل ارنولد يلعب وفي حتى لو زي اليد بالظبط اصل هنزله عشان يلعبها بس والمنتخب اللي قدامه منكمش صحيح كملنا وكملنا صحيح. بنفس الطريقه وبنفس الشكل ما جاتش جول خلاص ادينا النهارده يا كابتن كل اللوم في الصحف لا لا الصحافه الانجليزيه والصحافه العالميه كلها مصطفى بتلوم ساوث جيت ساوث جيت كان قدامه فرصه وعنده منتخب عنده سكواد عالي جدا احسن جيل يا كابتن عنده سكواد عالي جدا ولكن قال لك مدرب ليس بحاجه مدرب خواف النهارده قالوا عليه مدرب خواف هو ده اللي احنا دايما بنقوله ان ساوث جيت يستحق منتخب اقل الحياه من منتخب اول منتخب الانجليزي يعني الانجليز. على فكره يا كابتن عندهم منظومه هايله جدا ودوري هايل جدا طول عمر الدوري الانجليزي قوي بس دايما العناصر بتاعته دايما العناصر بتاعته بايه مش قويه قوي بتلاقي عنصر او اثنين او ثلاثه زي بيكهام وروني انما حاليا انت عندك منتخب مكتمل الصفوف بالبدله يعني انت صحيح. عندك في كل صحيح. مكان لا بديل واثنين وثلاثه وكلهم هايلين وبيلعبوا في توب فانا مستغرب ان انت بتلعب قدام فرنسا وماتش اقصائي زي ده وما بتستخدمش كل اصلا العناصر اللي عندك على الدكه مع انهم عناصر جيده جدا ويصنعوا الفارق صح فانا دي علامه استفهام بالنسبه لي انا مش فاهم